السلام عليكم شباب، إن شاء الله راح أشرح لكم التيومرز. أريدكم بس تعرفون شغلة بالبداية، أنه الأسئلة عادة تجي من هاي المنظمة كلش واضحة. يعني شلون كلش واضحة؟ يعني أولا ممكن تتكرر، تجيب أي MCQ عن التيومر جاية في سنين سابقة وحفظها كل زين. اثنين، انت بالاخير اكو جداول، هواي ناس مسوي جداول، حتى انا شفت هاي اللي اسألكم اياها المحاضرة شانل انتم مسويها، ما اعرف مال عام مال الفصل اللي قبلكم الكورس اللي قبلكم، فالكاتب هو او كاتبة هي كل شيء مهم مأشرة عليه قايل الدكتور، ماشي؟ فاني هسه راح اشرح لكم اوكي، بس يعني الفكره من شلون راح اساعدكم بيها انه اخليكم تحفظوها، ماشي؟ انت لازم تعرف كل نوع تيومر، شنو شلون صاير، شلون شكله، يصيب يا عمر، اهم شيء الايج فيري فيري امبورتنت، يجي وين بالضبط، بيا مكان، بيا بون وبيا جهه من البون، يعني بالشافت ولا بالإبيفيسز ولا بالميتافيسز، هاي الأشياء. زين، عندك بناين تيومرز وعندك مالجننت وعندك اللي هي بتوين ذم، اللي هو يعني بناين ومالجننت نفس الوقت. فيعني احنا ان شاء الله نشرحها بالتفصيل. زين، إضافة إلى بالأخير راح ناخذ عندك انت برايمري وسكندري، راح ناخذ السكندري بالأخير اللي افكت البون. فاهم، اهم شيء تعرف انه بالبدايه انه اكثر من 80% هم اما سكندري او مالتيبل مايلوما. يعني شنو؟ يعني مثل التيومر مال البرين اخذتوه انتو، الموست كومن هو سكندري، يعني البون والبرين هذني ما يبدي بيهم التيومر بيهم نفسهم، لا يجيهم ميتاستاسيس من مكان ثاني. زين، او عادة يكون هو مثلا مالتيبل مايلوما، هو سيستماتيك يضرب اكثر من شيء ويضرب ويا البون. فجدا مهم انه نعرف البرايمري اونلي اقل من 20%، يعني اقل من 5 الكيسات، اما الباقي كله فهو شنو؟ هو secondary or multiple myeloma. هاي المعلومة جدا مهمة انه تعرفون 80 و 20%. وراها انه كاتب لكم السكندري، واحنا قلنا هسه secondary هو most common، فلازم انت تعرف مين يجي من commonest للاقل، يعني من اكثر كانسر ممكن يسوي bone metastasis للاقل. زين، اللي هو lung, thyroid, breast, prostate, كدني، الركتال كارسينوما، هاي همنا تحفظوها، يعني هاي تحفظوها. هسه من هذا السلايد عندك تحفظ هاي النسبة وتحفظ هاي بالتسلسل. زين زين، اما البرايمري كاتب لكم اياها على شكل جدول، يعني مين، هل هو جاي من البون ولا من الكارتليج ولا من الفايبرس ولا من الفاسلز ولا من المارو، بون مارو، ولا من شنو، من تايب معين من السيلز. مقسم لكم اياه على هالاساس انه بناين ومالجننت. انت هذا احنا راح نحكي، يعني نحكيهم جوا المهمات منهم، مو كلهم حيحكيهم. زين، ناخذ المهم المهم. فانت بس باوع منو المالجننت ومنو البناين. زين، نعرف احنا البناين دائما ابو الاوما، بس مو شرط، لانه ممكن اكو like مثلا مايلوما، اوكي، هي هم تنتهي باوما بس هي مالجننت. سو مو شرط كل بناين تنتهي باوما وكل مالجننت تنتهي بساركوما، لانه اكو كم وحده تشذ عن القاعده، اوكي، like كوندروما. الكوندروما هي تايب اكو من عندها ممكن يكون مالجننت. زين، فحتى لا تدوخ روحك بهذا الحكي وهذا الجدول، احنا حناخذه بعدين كل وحده واحد. نجي على الدياجنوزز، مهمه جدا. انت من يجيك بون تيومر، بيشنت عنده بون تيومر، وتفر هو بغض النظر انه هذا البون تيومر بناين ولا مالجننت ولا سيست، لازم نعرف انه البريزنتينج سيمتوم مالته اللي حيجي به هي شنو. الموست كومن هو البين، يعني هو يجي عنده بين،
لأنه ممكن أنت ما تشوف السوالينج اللي يكون داخل ال يعني التيومر يكون داخل البون نفسه، فأنت ما حتشوف أكو أو بالإنز ما حتشوف كلش أكو فد شي obvious swelling بالك. So هاي عادة pain، pain يكون هنا بسبب التنشن، يعني ال space اللي ماخذ هذا التيومر ده يضغط على شنو داير ما دايره. بعد انه ممكن يكون pathological fracture، هذا هم جدا مهم تخلي شي ببالك. دائما هذا المكان ينكسر او المكان اللي هو مو كمان انه ينكسر حينكسر، او المكان اللي هو القوة مال الضربة كانت خفيفة ما تسوي هذا الكسر انكسر، معناها البون هو ويك. خصوصا بالاطفال تذكرون قلنا انه يصير عندهم ممكن pathological fracture بسبب السيست، زين؟ فهسه انتو اكثر شي حتشوفون السيست كذا بالاطفال، فاحنا لازم نخلي ببالنا الباثولوجيكال فراكشر. بعد اضافة الى البين والسوالينج اكو عندك التندرنس. تندرنس طبعا اذا انت هو كان اكو سوالينج كان اكو يعني بين، مرات انه اونلي سوالينج وهي مو painful وحدها الا انت تطخها يلا تصير تندر. فديبند يعني السيناريو من يجيك مختلف، انت مالك دخل، انت احفظ بس هذني اللي هي السيمتوم، هاي السيمتومز اللي موجوده. اما بالنسبه للساين اللي هي تقول عندك malignancy، هاي تعرفها rapid growing warmth بالمكان، warmth مو شرط malignancy، ممكن حتى الانفكشن اذا ماس وبين وورمث ممكن انفكشن، زين؟ مو شرط اكو تيومر، بس ستيل انه هنا اذا هو رابيد جروينج السوالينج الماس عندك ورم كانت بعد تندر، زين؟ الحافات مالته ما تقدر تميزها، يعني انت من تفحصها ما تقدر تميز الحافات مالته. سو هاي اكثر جوينج وذ وات وذ المالجنسي. نجي على الانفستيجيشنز اللي ممكن تسويها، هي اكس راي عندك، عندك سي تي، ام ار اي، بون سكان، جود بايوبسي. هاي كل واحدة منهم احنا ما ندزها اعتباطا او ندزها بالسر وشوف شو نشوف الشوف، لا، يعني انت الاكس راي هو اجا واحد انت قاعد بالعيادة، اجاك واحد يقول لك انا عندي بين بالليج، زين؟ عندي سوالينج، عندي ما اعرف شنو كل هاي الساين. انت راسا اول شي حتسوي مدز اكس راي، هاي انيشيال. بس هي هل هي الاكس راي حتشخص لك هذا بناين ولا مالجرين؟ تنطيك فيجر معين. هسه احنا حتى من نقرا وناخذهم واحد واحد كلهم بيهم اكس رايز، بس انت الشيء اللي يبين لك الامور صح هو السي تي والام ار اي، يقول لك هل انه هذا وين، ايش قد مكانه، شلون صاير شكله، زين؟ ابعاده، لانه هو مثل الاكس راي يبين لك بالضبط ايش قد ماخذ من البون، زين؟ الام ار اي اذا هو كارتلج خصوصا اذا بالاندز، زين؟ فيشوفك اذا تشو مرات مسلز ماخذ رابدومايوساركوما، شوف شنو. فهاي بالاماراي تبين اكثر كشكل كحيز، بس اللي يقول لك 100% هذا بناين اور مالجننت هو البايوبسي، يعني هذا احنا شيء متفقين عليه، هو البايوبسي وحيد اللي يقول لك. فانت اقول لكم اياها، هو يعني احنا قلناها من شرحنا انه اكو عندك الجريدنج والستيجنج، هذا لازم تعرف انت الفرق بيناتهم. الستيج او بقول تيومر والليمف نودز، زين؟ والميتاستاسيس، هذا تتذكروا كنا نسميه ستيج. الجريدنج اللي هي ال ديفايند ويل ديفايند مدري شنو، هذه كانت ضمن الجريدنج. فدائما الستيج ينطيك صوره اكثر من الجريدنج، الستيج يفصل لك بالضبط هو وين رايح. انت اذا تجي تسوي عملية وتشيل شي لازم عندك ستيجينج، اذا roughly estimated عندك grading. فهي هاي الفكرة. فالستيجينج ما نوصلها الا بالبايوبسي، اني ما اقول هاي الليمف نود involved unless انا مسوية بايوبسي. فخلوا هالشي ببالكم، السي تي والامر اي this for grading، البايوبسي for staging. فهاي الاشياء انتو ماخذيها، يعني هاي basic بالباثو بس مهمة، زين؟ فهو إذا يعني تجيكم أسئلة حتجيكم من هاي الانترو أول محاضرة، وتجيكم حسب الأنواع اللي حناخذها بعدين. types of biopsy، إحنا عندنا fine needle، عندنا الكور الوايد بور نيدل،
عندنا طبعا انتو عندكم اكثر من هاي الاشياء ما اخذيها اتوقع بالباثة، بس هنا نحتاج هذني التايبس اللي قبالكم راسم لكم اياها، هي كلها حاكي لكم عليها. بس خلي اقولكم شلون تجي الاسئله. اول شيء الفاين نيدل اسبريشن، هاي الاسبريشن اوكي سوري فاين نيدل اسبريشن، هاي الاسبريشن هنا تقول لك عن السيتولوجي، يعني من تحكي تنطيك خلايا، هل انه مثلا شكل الخليه، سيتوبلازم مال الخليه، النواه مال الخليه، ما تبين لك الممبرين اوكي البيزمنت ممبرين هل هو انفيزيف ولا لا. فهو هنا راح يعطيك السيتولوجيكال فيجر مال الماليجنن سيل، بس ما يقول لك هو هذا الماليجنن سي موجود او لا. يعني اكو تايبس من التيومرز انت ما تقول انه هاي ماليجننت اوكي الحد او تكون انفيجن الحد ما تشوفه هو اكو انفيجن بيزمنت ممبرين، لا ما حيبين لك، لا يطلع لك خلايا وحدها. سو الفاين نيدل اوكي هاي للسيتولوجي، يعني خلايا ما تبين هستو اني ما اقدر اعتمد عليها، بس تنطيني شيء بدائي. الوايت بور نيدل هاي احنا هنا ناخذ التشو كامل هيستولوجي، يعني يطلع لك البيزمنت ممبرين انفيجن ولا لا، يبين لك يعني شايفين من جد تاخذون البون اوكي شلون الخلايا مالته صايره، شلون مترتبة الخلايا مالته اوكي. فهذا هو يطلعها بالوايت بور نيدل، يسموها كور بايوبسي. نجي على الانسجنال بايوبسي. انسجنال بايوبسي انه احنا ناخذ يعني نقطع هنا سيرجري، نقطع جزء من التيومر، يعني مو نسحبه بنيدل لا نقصه كات، انسجنال يعني تو كات زين، ونقصه ونطلعه ونروح نشوف. الاكسجنال بايوبسي لا، هنا احنا يعني نشيل التيومر اوكي نشيل كومبليتلي، نسوي اكسجن الى نشيله، وممكن حتى ناخذ رم هم هنا مدار مدارة من النورمال، وناخذ هذا عادينا ندزه للهيستو. فعندك الفاين نيدل بس خلايا، الوايت بور نيدل او الكور بايوبسي يطلع لك تيشو كامل بس احنا هم نسحبها عن طريق نيدل. انسجنال بايوبسي لا، احنا نقطع كات التيومر جزء من التيومر ونفحصه، اكسجنال نشيل التيومر كله ونفحصه بس، هاي مهمة زين. طبعا هاي ال وايت بونينو. نجي على ال types of excision of tumor. هسه احنا شلون نشيله، عندك هواية انواع طبعا تعتمد حسب نوع التيومر، يعني حتى لو هو مالجننت يا نوع من المالجننت، حسب البناين يا نوع من البناين، حسب مكانه وين، حسب وين هو وصل الميتاستسايز ولا لوكال، هاي كلها يعني معناها الستيجنج كلها هذني تحددني انه اني يا نوع او يا طريقة من الاكسجن راح اسويها وشنو اسوي وراها، يعني هل انطي راديو ولا شو اسوي. نجي على كيرتاج، تعرفون الكيرتاج احنا نشيل كاتب لكم هو فور بناين ليجن اونلي، هاي كل واحدة هاي مهمة، هاي اهم من الفوق لانه لازم تعرف احنا شو نسوي. هنا نفتح اذا اكو كابسول زين ونكحور، يعني شنو نكحور، يعني شايفين من يسوون شيخ محشي او يحفرون الباذنجان، شايفين شلون نحك شو اسمه اللاير اللايننج، هنا هم نفس الشيء. هنا احنا ايفاكويت شنو اكو، يعني مثلا خلينا نقول عندنا بناين ليجن سواء كان ساك وبنصه اكو سيلز وفلويد وكذا، او هو بناين تيومر، احنا نشيله نفتح عادة السيست يستخدمون نفتح الكابسول، وداخل الليجن نفسه يسموه انترا ليجنال اكسجن، يعني داخل المكان نفسه نحك اللايننج حتى لا ترجع هاي الخلايا تتكون مرة ثانية ولا يرجع يصير ديزيز مرة ثانية اوكي. فهذا اول تايب كيرتاج احنا منطقي منسوي للماليجنسي، منطقيا نسوي شي لوكال شي بناين بس حتى يوقف وما ينعاد مرة ثانية. نجي على marginal excision يسموه local، هذا شنو هو local، احنا نستخدمه للبناين lesion
بنشيله هو كبسولة، يعني ما نفتح الكبسول، لا من برا هو والكبسول سوي ينشالون. زين، هاي جزء جدا مهم. ناخذ شوية كم ملي، فيو ملي من السراوندينج تشو. يعني احنا هسه من الطريقة الثانية ما نجي نفتح من برا، هذا كله نشيله، هذاك الاول لا نفتح الكبسول. شو يسموه هذا؟ مارجنال اكسجين، يعني نشيل المارجنز كلها، نشيل الكبسول ونشيل حافة من النورمال تشو شوية كم ملي. الوايد لوكال اكسجين هنا نروح اكثر اجريسيف، نشيله يسموه ان بلوك. يعني شنو ان بلوك؟ يعني نشيله كل اللكشة وحدة، ان بلوك يعني قطعة وحدة. نشيل ال فيو سنتيمتر هنا مو مليمز من النورمال تشو نشيله. عادة هنا نستخدمه للتيومرز، للاجريسيف تيومرز، لانه اكو بيناين اجريسيف. زين هسه نشوفهم. زين، واذا ممكن نستخدمه للمالجننت بس بالايرلي ستيجز، ممكن نستخدمه كلش بالايرلي. نجي على الراديكال ريسكشن. الراديكال ريسكشن انه انا اشيل الجزء كامل، هاي نستخدمه للمالجننت تيومر اللي هو وايدلي انفيزيف، اللي هو لوكالي انفيزيف. بس اذا ميتاستاسيس ما استخدمه. يعني اني هسه اذا عندي مالجننت تيومر بس ما صاير بي انفيجن، ممكن استخدم الوايد لوكال اكسجن هذا التايب. اذا صاير بي انفيجن والتيومر زين، راح استخدم الراديكال ريسكشن، اشيل جزء كامل البون كله اشيله. يعني هو هذا هنا اني اشيل البون كله، يعني كميه كبيره. اوكي، مرات امبيتيشن. زين، ممكن هيك شيء. فهذا للراديكال لوكال انفيزيف. اذا ميتاستاسيس صاير اكو، هنا من اكو ميتاستاسيس عاده ما نشيل انلس اكو فشي مزعج بالنسبه للمريض. الميتاستاسيس بالبون هذا نبدي نحسب شهرين ثلاثه المريض يعني يموت، فاحنا ما نسوي له هاي العمليه. بس انلس اكو فشي مزعج، اكو فشي بين، ومرات حتى ويا البين ينطوه مورفين زين لهاي الفتره وما يسوون شو اسمه. اذا لا يعني يستخدمون الراديوثيرابي الكيمو حسب التايبس هسه نقولها. فاذا ميتاستاسيس ما نسوي راديكال ريسكشن انلس اكو فشي مزعج. هسه من ناخذ الامبوتيشن اللي هي تعتبر ضمن الراديكال ريسكشن، راح ناخذ التيومر من ضمنها اذا كان نسميه احنا نيوسنس قلناها اللي هو المزعج. اوكي، اللي قلناها بالانترو. زين، عادة حتى الراديكال ريسكشن نحتاج وياها اذا هو لوكالي انفيزيف وذات ميتاستاسيس، همنا نحتاج نعطي راديو انت كيموثيرابي، جدا مهم. زين، البرنسبلز تعتمد على شنو؟ تعتمد على اني شنو، يعني هل هو بناين مثل ما قلت لكم ولا مالجننت ولا هو سسبكتد مالجننت، هل هو اسمتيماتيك ولا لا، هل هو يعني شلون جاي. نجي على البناين واسمتيماتيك ليجن. عادة هو اذا بناين وما بي سمتمز، يعني لا بي بين لا بي سوالينج لا بي مشكلة، اتشي اكسيدنتلي شفنا اكو سيست. زين، هنا ما نلعب بالسيست، يعني يفضل انه احنا ما نسوي اي اكشن. الليس اذا هو راد المريض او اذا انه نحس انه لا هاي مكانها ممكن مستقبلا حسوي شيء، ممكن نستخدم الكيوريتاج، ممكن نستخدم اللوكال اكسجين، هي اول نوعين. اما اذا كان عندنا بناين وسيمتوماتيك او انلارجينج ليجن، يعني دا يكبر بالحجم مالته وبي ساين وسيمتوم، هنا نسوي مارجنال اكسجين تايب الثالث من السيرجيكال اكسجين، وننزل البايوبسي حتى نعرف شنو المشكلة. إذا suspected malignancy هنا لازم الانفستيجيشن نكون بطريقة صحيحة، إنه أول شيء هل هو malignant real malignant ولا لا. اثنين، هل أكو ميتاستاسيس ولا ماكو ميتاستاسيس، جدا مهم. يعني هاي شغلتين أنا هي اللي أخليها ببالي. فشو حسوي؟ راح أختار أما radical resection wide local resection مثل ما قلت لكم excision depend حسب اللي اكو invasion ولا ماكو invasion. وراها انه اني اهم من اللي اخذت ادزل البايوبسي، واني already ممكن قبل مسوي بايوبسي بس still اي شي نطلع من المريض نوديه بايوبسي.
وين ننطي كيموثيرابي راديوثيرابي تعتبر الجوفن ثيرابي نسميها احنا زين، ونمنع انه يصير ريكرنسي من نرجع البيشنت انه نشوفك ورا شهر، نشوفك بعدين ورا ممكن 6 شهور، بعدين ورا سنة، بعدين كل 5 سنين مرة يصير فولو اب بشكل مستمر زين. فهي جدا مهمة البرنسبلز اوف تريتمنت. فانت هسه من هذا كله شوفوا هنا أنا شارح لكم انه راديكال اكسيجن كله، ريسكشن كله، اشيله مرات، امبيتيشن مرات العظم كله زين. الوايد لوكال اكسيجن اخذ ويا فيو سنتيم من النورمال، المارجنال اكسيجن فيو مليم، هاي مارجنال فمليم حتى لا تنسوها، هاي الوايد يعني سنتيم اكبر. الانترا كابسول اكسجين انه اني افتحها واطلع المحتويات واسوي كيوريتاج اكحورها قلنا حتى امنع الريكرنسي انه يصير وارجع اسدها. فهاي هي اهم شيء، هاي اهم شيء بهاي المحاضره. كاتب لكم بالسمري، دائما اقرا السمري مالته بهاي المحاضرات ومحاضره الني مال ديزيز زين، اقروا السمري مالته هو يجي من عنده الاسئله. فهسه بس حتى طبعا انا راح اشرح كل محاضره بمكانها حتى يصعد الفيديو اسرع. احنا عندنا بهاي المحاضره لازم تعرف 80% هو سكندري او مالتيبل مايلوما، 20% هو برايمري زين. لازم نعرف شلون احنا شنو الفرق بين الستيجنج، شنو الفرق بين الجريدنج. لازم نعرف شغلة ثانية، شلون يجي المريض اللي عنده تيومر سواء كان بناين تيومر أو مالجنين تيومر. بعد لازم نعرف احنا شلون نسوي انفستيجيشن وياهو طريقة نستخدمها، شو وقت نسوي الاكس راي، شو وقت نسوي سي تي ام ار اي، شو وقت نسوي البايوبسي. وبعد اخر شي لازم نعرف هاو تو تريت هذه سيرجيكال اكسجين نسوي حسب التايب، حسب المكان، حسب سمتم ولا ماكو سمتم زين، حسب السايز مالته. فاللي احنا اوريدي هاي حنعرفها وين بالهيستوري تيكينج وبالراديولوجيكال انفستيجيشن. وراها اخر شيء ورا ما نسوي اكسجين لازم نعرف نحتاج مرات الجوفن تريتمنت لايك كيمو راديو، ونحتاج نسوي فولو اب حتى المريض ما يرجع للمرض مره ثانيه. هاي بس ان سمري، اقروا هالمحاضرة جدا مهم. هسه نكمل الباقي ان شاء الله على الجاي. شكرا.